IFM Sport Plus أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة. 7-8 دقائق على IFM أحلى راديو. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور بلوس، حلقة 23 نوفمبر 2023. منتخبنا الوطني التونسي بالعلامة الكاملة 6 نقاط على 6 نهاية الفيفا داي بزوز انتصارات حققهم منتخبنا الوطني التونسي في أول زوز مقابلات من تصفيات مونديال الولايات المتحدة الأمريكية. عودة بكل التفاصيل على الفوز اليوم ضد الملاوي، التصريحات والأمور الفنية، كل تفاصيل باش نرجعوا لها، باش نعملوا زاد تقييم لزوز مقابلات مباراة ساو تومي ومباراة الملاوي. رغم زوز انتصارات هذوما ورغم 6 نقاط هذوما، انتقادات لاذعة للمدرب الوطني ولبعض اللاعبين بعينهم من قبل الجماهيرية وفي وسائل التواصل الاجتماعي. عودة إذن بكل التفاصيل، الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. نحكي كذلك عن نجم الساحلي ممنوع من الانتداب لثلاثة فترات إضافية متتالية بسبب حسين بن عيادة اللي طالب بمليار، ونحكيه على موضوع المنشطات. وزارة الرياضة توضح لإيفام في خصوص منع تونس من استضافة البطولات وعدم رفع العلم التونسي بسبب عدم الامتثال لمعايير مكافحة المنشطات. الخبر هذا اللي دار بالقدي بالقدي البارح في الليل، نرجع له بأكثر تفاصيل. ونرجع كذلك لوزارة الرياضة اللي توضح لنا في خصوص مراسلة الفيفا بعد إيقاف رئيس الجامعة وديع الجري. مرحبا بكم في سبور بلس، هذا وغيره إن شاء الله من الأخبار ومن المستجدات اللي باش نتناولوهم تباعا في ساعة من زمان. سلموا على كل فريق الأعداد، أمير الخميسي في الإخراج، أميم القربي في الديجيتال، والي اف ام تي في والديف كما يحبوا يقولوا هما، مع أميمة، مع ويام رابح وسوفياني رافقنا في التحليل والتعليق على المستجدات هذين. الدرداود مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك زادوق، تحية ليك خويا، تحية الباكي، تحية لضيفنا خليلك، مرحبا به، منورنا اليوم خليلك أنت تقديمه، تحية لسمير ورضوان وفتوح ولكل السادة المستمعين. ملاحظة فقط، دينا الحصة 7 و8 دقائق، 8 دقائق ذو من يقصين مستمعين بعثولي قالك ما حاشنيش بغناية، يعطيونا التحاليل الفنية ويعطيونا الكورة، هي ساعة تنحيلي منها 8 دقائق وتزيدني بوب وتزيدني داشنوة وتزيدني ضريبة من عند ضريبة هكا شيقول هو خلويذ بكي تخلو عاد الساعة وزيدها شوية حشو في الميكرو الأولاني معناتها من عند الكرونيكور نتاعنا، معناتها جات الثمانية نتاع اللي رافقنا عبد الباقي بن مسعود. أهلا وسهلا، مازال خير، أهلا وسهلا بسرعة ومن غير حشو، تحياتي للمستمعين الكل للحاضرين، لا خذ راحتك ما تسمعش كلامه، مرحبا بك عبد الباقي، كذلك رافقنا اليوم للتحليل الفني ضيفنا عربي جابر. مساء الخير، اهلا وسهلا عربي. مرحبا ايمن، مرحبا بك ليكيب، معك نادر عبد الباقي، سمير رضوان زاده والناس كل اللي تسمع فينا. شوف من محاسن الصدف ولا زاد من مساوئ الصدف انه عربي جابر معناتها من منذ 2017-2018 كنا وقتها نعلم بعضنا كلا كومباني ومو بتاع نهار لحد في العشية من ساعتين للستة بتاع العشية، با عربي جابر اقدم من سمير السليمي واقدم من نادر داود، كان ما في بالكش يا سي نادر داود. يا مرحبا بي، ولأول انتوما ضيف عند عربي جابر، ولأول مرة في سبور بلوس ما فهمتش المعادلة القبيلة، نخمم ما نذكرش نهار جي سبحان الله، ما فهمتش كيفاش غابت عليك وغابت علي الحكي. والله صح كلامك صحيح ايمن، من قبل انا كنت ملي كانت يا فام ما كانتش زرقاء، اللي وقتها كانت صفراء وخضراء، صفراء وزرقاء صفراء وزرقاء من عاد الغفله حبيت تقول محلاه ساعه ذكريات بيا بالعكس. سبور بلوس كان وقت الاستوديو كان بالعرض هكا، وين تفكرها وقتها كانت غادي، وقتها الانيماتور كان غادي والمخرج غادي والمبن غادي، كان فما يعني شارم، اسمع كل حاجه عندها شارم نتاعها. سبور بلوس زاد كيف اليوم اول مره نجي معاكم، ان شاء الله كما قلت انت يعني بدايه باهيه وان شاء الله نعطي الاضافه. مرحبا بك عربي، مرحبا عبد الباقي، مرحبا نادر داود. فصل ثم نعود نبدا ان شاء الله في مختلف فقراتنا ومواضيعنا. بعد شوية نكمل في سبور بلوس مع أيمن زروق على IFM أحلى راديو. انتم تسمعوا في سبور بلوس من 7 إلى 8 متاع الليل. مرحبا من جديد، نحكي على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اللي سلطت عقوبات ثقيلة على تونس. لانفو دو جور،
سي عبد الباقي حسب البلاغ والقرار اللي خرج البارح من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بسبب عدم امتثال معايير القانون الدولي لمكافحة المنشطات، جي ذايا في بلاغ رسمي. فيش تتمثل العقوبات في عدم منح تونس حق استضافة البطولات الإقليمية للفرق والعالمية، مع عدم رفع العلم التونسي في البطولات والفعاليات الإفريقية والقارية والعالمية وفي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية. كيف كيف زاد تونس تخسر في قائمة العقوبات نقاط في قائمة عقوبات امتيازاتها لدى الوكالة الدولية، بما في ذلك حرمانها من تولي حرمان ممثلها من تولي أي منصب في الوكالة أو في أي لجنة أو أي نشاط من أنشطتها. السبب هو عدم توافق القانون الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات مع قانون الهياكل الدولي لسنة 2021. شو نجمو نعرفو أكثر تفاصيل حول الموضوع هذا؟ والله كانت حب نسمه سي شكري قبل باي خاطر ثم هو توضيح في النقطة هذه مذبية. على خاطر البلاغ يقول أنه ثم قرارات، لكن اليوم سي شكري حمد خلال تدخله في الماتينال مع زميلنا برهان بسايس قرر مازال ما فهمش عقوبات، وإذا كان نصلح ويولي ثم توافق فتتنحى العقوبات. نسمعوا أهم قاله شكري حمد. اولا لازمنا نوضحوا ونرفعوا اللبس على ان هو ما هوش قرار، هي توصية ومقترحات قامت بها اللجنة وراسلت تونس فيها، وهذا هو إجراء دأبت عليه هذه الوكالة الدولية، يندرج في إطار ملائمة القوانين الوطنية لكل المنخرطين في هذه المنظمة مع ما يسمى بالمجلة الدولية لمكافحة المنشطات. لما تم حتى قرار طمعا وكل جمهورنا وكل رياضي، احنا القانون التونسي يعود تاريخه الى 2008، الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات نقحت مجلتها اكثر من 6 مرات، وفي كل مرة كان القانون التونسي ملائم ويتلائم مع مقتضيات وأحكام هذه المجلة. في سنة 21 قررت التنقيح، وباعتبار وأن النشاط الذي تعمل فيه هذه الوكالة هو نشاط متحرك ومتجدد، إضافة إلى أن الحركة الرياضية عموما ودوليا هي حركة متجددة وفي كل فترة تغير نواميسها وقوانينها ومعاييرها. قمنا بمراجعة هذا القانون بالتنسيق الدائم مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وقد قبلت كل المقترحات وراسلنا رئاسة الحكومة وقدمنا هذا المشروع، وسوف يكون محل مجلس وزاري في المدة القادمة، ونأمل أن يصدر في أقرب الأجل. فهو ثم التوصيات اللي جاءت عليها للوكالة تقسم إلى زوج، ثم وسائل متوصيات فنية تتلخص في 21 نقطة استجابت لها كلها الدولة التونسية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وكانت محل قبول وموافقة من لجنة المراقبة التي أرسلتها الوكالة الدولية إلى تونس، وعربت عن صريح قبولها ورضائها بهذه الإجراءات. ثم أن هناك قرار كذلك الذي يحدد عدد المهمات التي يجب أن يقوم بها كل مراقب منشطة في كل دولة منخرطة، هذا العدد كان 20 مهمة، ارتأت الوكالة أن ترفع في هذا العدد وأصبح يصل إلى 50 مهمة، وهذا قرار وقد قمنا بتنقيح هذا القرار وسوف يصدر في القريب العاجل في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية. احنا وقت اللي رسلنا الوكالة وقلنا لها روسيه استجبنا، وحنا قلنا ديكلونشي لا بروسيدور اون جينيرال تاع الاصلاح والملائمه، ما خذتش بعين الاعتبار لان تنشئ اللجنه اخرى، واللجنه اللي احالت الملف لجنه مختلفه، واتصلنا بها في المده هذه من امس ولامس، معناها اتصلنا بها واعربوا عن استعدادهم لتفهم الموقف التونسي والظروف والعمل على تمكين من اجيال اخرى، وهذا معمول به وقد قامت بهذا الاجراء فرنسا مع المكسيك مع عديد الدول يعني، وهذا اجراء معمول به ومعروف جدا لدى الوكاله، ونطمنوا الناس الكل وان العلم التونسي سيرفرف والرايه التونسيه لن تسدل ابدا وستظل ترفرف. هذا إذن سيد شكري حمد الناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة. دونك سمعنا الفيرسيون تاع الدولة التونسية، تطمينات أنه مش بش يصير حتى شيء، فقط هي مسألة وقت وسيتم رفع هذه العقوبات. هو مش بش يصير حتى شيء على المدى القادم والطويل بتتر، ما هو صار إلى حد الآن. صار أنه اتخذ قرار، لا هي توصية ولا واحد، نقرأ النص مليح، ستون ديسيزيون، ولي ديسيزيون في مع مثل هذه المنظمات اللي تعمل بقوانين تسمى قوانين عابرة للدول. مش معناها قوانين عابرة للدول، معناها تخضع لها كل الدول. لا تقول لي أنا قانوني الداخلي في بلادي العمر بالزر، القانون هذا يطبق رغما عنك وإلا نتخذ في شأنك إجراءات معينة.
والا القانون اللي موجود في بلادك تبدلوا يردوا متطابق مع هذا القانون الدولي. هذا اللي لازم يكون. الاشكال وين؟ اللي وصلنا له توا هو نتيجه تراخي وبيروقراطيه مقيته في الهيئات المسؤوله في تونس. ديجا سي شكري قال لك عام 21 نقحت. هي شنية القضيه؟ اني الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات بعثت لي قالت لك راهو عملنا تنقيحات في القوانين نتاعنا، تفضل تو ادابت قانونك للقوانين الجديد. هذه من عام 21. وازيد نعطيك حاجه ومعطيات ثابته، احنا في نوفمبر تعين مدير جديد للوكاله الوطنيه. صحيح. المدير الجديد اللي جاء في نوفمبر ديجا قال المدير اللي قبله جيتو لفت نظر يا ولدي رجل امورك يا ولدي صلح قانونك، واحال ذلك على الجهات المختصه. شكون الجهات المختصه؟ اللي هي الوزاره اوتوماتيكمون. وي لانه علاش الوزاره؟ لانه المساله متعلقه بقانون يجب ان يخضع لقرار دوله بما فيها من حكومه من برلمان من كل شيء، هي اللي تبدله، هي اللي تذبتيه. الور هذا ما صارش، عاودوا بعضوا ما صارش، عاودوا بعضوا ما صارش، لين بعثت لنا قرار ايجنسي استبيان، نقراوا النص مليح بالفرنسويه، قرار بالتوحيده، وعندنا امكانيه للطعن في هذا القرار نتاع 21 يوم نثبت فيها اننا عملنا الاجراءات التصحيحيه يعني فوالا، والا فان العقوبه هذه مش تمشي علينا ومش تتطبق علينا، وبالتالي هذا كله نتيجه تكركير. قعدنا لاهين بحكايه اخرى، حكايه فارغه، ولاهين نتعاركوا في بعضنا لين رئيس يخرج لك الاستاد باش هو يصلح لهم الحديد والسيمان، ووكاله دوليه من غادي تقول لك فيك على روحك راك عندك عامل راقد، واحنا لاهين بالمسائل الثانوية. الجهاز الذي يمثل يمثل الدوله ويمثل البلاد في الرياضه اللي هو الوزاره عندها دوسيات كبيره يلزمها توليها الأهمية وتسرع في معالجتها باش ما نوصلوش للتشليك هذا، سامحني في الكلمة اللي وصلنا له. تو تقول لي سيفري لا متهناه على تونس واحد تسي، احنا معنا كليناه الكف، فهمت معنا؟ يعني كان ممكن تفادي هذا كله، كان ممكن تفادي اذا كان عمي خاطر القانون هذا تبدل عام 2021 بشهر اخر باش ندخل في 2024 وتبدل المدير نتاع هيئة مكافحة المنشطات في تونس، اي مالغري سا ما تبدل حد شيء الا ما سيده عامين. تعرف شكون في افريقيا قاعد وفي الوضعيه هذه؟ احنا ونيجيريا. احنا ونيجيريا معنا ساو تومي اللي لعبنا له البارح امورها مريقله. لا العالم كله امور فهمت. عندك متعلق عربي ولا باش نسمع تصريح اخر خاطر في خصوص الاكتواليتي في علاقه بمراسله الفيفا؟ وي عربي في خصوص هذا امين. انا نتذكر ايمن سامحني نتفكر قبل يعني كانت هذه موجوده معنا في ايامات من 2000 حتى 2004 و2005 معنا كانت فما في المنزه معنا تاع تحاليل. كانوا الملاعبيه معنا يجيونا حتى للتمارين قبل معنا ابار لي ماتش معنا فما دي ديسيزيون يتاخذوا اذا كان ما تعملش تحاليل معنا يعملوا قرعه ويتيح في اي ملاعبي معنا، واذا كان ملاعبي ماخذ وي معنا ماهوش ديكلاري، واذا كان ماخذ واذا كان عامل حاجه اخرى زاده ماهيش مطابقه يعني بيان سور باش يتعاقب. ما فهمتش علاش وصلنا للحاله هذه بصراحه. وضعيه ماهيش باهيه برشا. ايماجين انت اليوم انا راه ما عادش نصدق نقول راه فما بلاغ. اوكي فما بلاغ، واذا كان ما تتخذش معناها في 21 يوم ما تصلحش انا ما عادش نصدق هنا، لانه ديما فما وعود في تونس وما يصير حتى شيء. ايماجين انت اليوم معناها ما نعملوش اصلاحات والا ما ناخذوش معناها القرارات وما نعملوش معناها الحاجات الاجراءات اللازمه باش تتنحى العقوبه هذيا، تصور انت غدوة اون جابر يعني تربح يعني في رولانغاروس ولا تربح مباراه كبيره والعالم التونسي ما يتهزش، الحفناوي كيف ما يتهزش، الالعاب الفرديه اللي ما يعطيوهم حتى شيء ما يعطيوهم حتى شيء معناها ويمشيوا على حسابهم كسوا في الملاكمه ولا في الالعاب الفرديه العاب القوى تعبين برشا، وحتى كي يربحوا هما ديما يربحوا معناها في كل جوز اولمبيك اقل حاجه تونس تروح ب 21 22 ميداي. ايماجين انت اليوم التعب نتاعهم هذا كل ما يتهزش، راهو عرق العبيد، راهو بصراحه خموا في تونس شويه، خموا في الرياضه شويه، خموا في الالعاب شويه، لانه تونس ما عادش تتحمل برشا تسيب، برشا اهمال، برشا
نونشالونس من المسؤولين. علاش كما قال سي عبد الباقي يوصل اليوم الوزير معناها رئيس الدولة يمشي يحكي امام معناها سياده دوله، نقول انا الوزير معناها بالطريقه هذيك معناها يحشمهم قدام العباد الكل، علاش نوصل للكذا؟ مو كل واحد يخدم خدمته وسينا ونخليه الشباب راه عندهم طاقات وعندهم افكار وعندهم دي بروجي معناها باش يمشوا لقدام، خليوا بلايصكم لغيركم ما تنجموش تلهوا في حاجه اخرى اخويا. باهي شكري حمد الناطق الرسمي زاده للوزاره، كان تحدث في فولي اخر اللي هو موضوع نتاع اكتواليتي تحدثنا فيه الاسبوع الفارط اللي هو في خصوص مراسله الفيفا بعد ايقاف الجامعة التونسية لكرة القدم سيد وديع الجريء. موقف الوزارة من هذين نسمعه من عضو النطق الرسمي. لا الفيفا لم تراسلنا، الفيفا تراسل منظورها هي الجامعة وهذا من حقها، وهذا إجراء معمول وعادي جدا لا تعثير لذلك، لأن أوقف على قضايا حق عام والفيفا لا تتدخل، فقط تسأل وتستفسر عن الحال فقط. راسلت فعلا الفيفا الجامعة وقد أحمنا بدورنا كوزارة توضيح للجامعة باعتبار هذا ما جرى عليه وما يقتضيه القوانين الرياضة الدولية، وكما قلت لك وقت الظل المسألة متعلقة بقضايا حق عام الهياكل الدولية لا تتدخل. هذا النطق الرسمي للوزارة الشباب والرياضة. نادر نختم معك في خصوص لانفو دي جور، عنا دوفولي عشان تحب تعلق على المناشطات وإلى موضوع الفيفا. لا موضوع الفيفا أحسن حاجة الكلمة الأخيرة قالك لما يتعلق الأمر بالشأن العام وبأمور قضائية الهياكل الدولية الخارجية كما الفيفا ما عندهاش حق تدخل، تسأل على منظورها هذا عادي جدا، فهمت؟ وبالتالي الموضوع كما قلنا قداش من مضى بيد القضاء في انتظار القرار النهائي للقضاء ومن بعد لكل حادث حديث. مناشطات لا مناشطات سي عبد الباقي اليوم ناشط اكثر منه. اذا هذا في خصوص الموضوع اللي خرج البارح والقرار اللي عنده ذكروا به من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المناشطات اللي تسلطت العقوبات على تونس متمثلة نذكروا مرة أخرى عدم منح حق استضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، كذلك عدم رفع العلم التونسي في البطولات والفعاليات الإقليمية والقارية والعالمية والألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية أي حتى أقل. مهمة جدا أنه برشا ناس قال لك هذه الجامعة مشي وصبوا الصبة والآخر يقول لك اللجنة الأولمبية مش تصبت لهم الصبة وعاقبونا. يا ودي المسألة ما عندهاش علاقة لا بجامعة لا بلجنة الأولمبية، راهي اللجنة الدولية لمكافحة المناشطات منظورها الوحيد في تونس اللجنة الوطنية لمكافحة المناشطات، واللجنة هذه تشتغل تحت لواء الدولة. امبي تم اصوات مشيت في ثنيه ذيك نتاع صب وصب تم الناس مشيت هذيك بداوا مشاو جماعه وديع الجري هذوما نظريه المؤامره وضح المشتات تستنى في ابراهيم عبيد يجيها يقول له راهو عندهم كذا معناها سي سي الناس الكل متبني نظريه المؤامره نسكن فما حتى واحد مش متبني نظريه المؤامره نسكن تتامر على الناس الكل فهمت شما نحكيو تسويت على المنتخب الوطني التونسي فوز اليوم على حساب منتخب الملاوي موضوعنا في تاكوتك تاكوتاك. إذا نهاية الفيفا داي وحصيلة المنتخب الوطني التونسي تتمثل في 6 نقاط من 6 وصدارة المجموعة رفقة غينيا الاستوائية بعد ما فاز منتخبنا ضد ساو تومي وضد الملاوي. عموما هل تعتبروا أنه الحصيلة هذه نتيجة إيجابية للمنتخب أداء ونتيجة؟ نعم أم لا؟ إجابة على السؤال هذا في 40 ثانية ثم باش نزيدوا نتعمقوا أكثر ونسمع بعد شوية جلال القادري تحدث على الفوز هذا وعلى أداء المنتخب الوطني تونسي اليوم ضد منتخب الملاوي. نادر وعربي وصوت الحكمة سيكون عبد الباقي بن مسعود، هل تعتبر أنه الحصيلة إيجابية نادر لمنتخبنا أداء ونتيجة؟ نعم أم لا؟ 3-2-1 تبكرونه. حصيلة إيجابية أكيد من حيث النقاط، زوز انتصارات، لما نشوف 6 منتخبات فقط حقت زوز انتصارات وفيها تقريبا الجزر القمور وغينا الاستوائية والجابون، يعني اللي هم مش منتظر أنه يقدموا النتائج هذه باستثناء الكوت ديفوار والجزائر ومصر، مع تونس هذوما 4 كبار نقولوا احنا عملوا زوج انتصارات، وبالتالي هذا من ناحية الأداء في حاجة إلى طبعا أنه يتطور أكثر يتحسن أكثر بحضور كامل المجموعة وبمعالجة بعض الخيارات، أن نوصلوا أن نتعاملوا مع مباراتين على أنهم كأن مباراة واحدة في التشكيلة والتغييرات حتى يكون المنتخب جاهز في المباراتين ويقدم أداء ممتاز. يعني عموما نجم نحط إجابتك في خانة النعم. نعم. حصيلة إيجابية أداء ونتيجة للمنتخب. هل توافقه الرأي يا ترى سي عربي جابر وإلا لا؟ 3-2-1 توب كرونو.
بون على مستوى يعني نقاط ما فماش خير من هكا ست نقاط، لكن على مستوى الاداء المنتخب بصراحه بعيد كل البعد على هيبه المنتخب التونسي، على المنتخب يعني اللي عنده قيمه على مستوى الافريقي. كي نقارن روحنا بالجزائر بالمغرب بمصر، الاداء بصراحه ما يرتقيش الى المستوى المأمول، لانه بصراحه خلينا نقول لك في الاربع مباريات الاخرى تونس ماهوش منتخب اللي نعرفوه، يعني كوريا واليابان وزيد المباراه الاخرى بتاع ساو تومي واليوم تزيدها يعني مباراه الملاوي، بصراحه ما اداء هزيل، اداء يعني ماهوش في مش منتظر، تحس كانه المنتخب تائه على الميدان بدون روح، لانه كلمه كبيره راه بدون روح عندها برشا معاني وعندها محلو فيها عنو ما نتعمقوا فيها، ولو انه بعد شويه باش نعديو جلال القادري تحدث عكس كعربي جابر قال انا فرحان بالروح واللي شفتهم عند الملاعبيه. تو بعد شويه نزيدو نتعمقوا اكثر في دايل المنتخب الوطني التونسي والاحصائيات والتفاصيل. صوت الحكم سي عبد الباقي. لحظه ساعه قبل كل شيء، نجم نعتبروا اجابتك في خانه ليه مع انت حسب ما اي على مستوى الاداء لكن على مستوى النقاط وي. سي عبد الباقي انت صوت الحكمة، شفنا انتقادات لاذعة على حقيقة على بعض من اللاعبين، على المدرب، على اداء المنتخب خاصة على مستوى الاداء. انا اليوم وقت اللي جات البينالتي وتبارك عايت لي كل صراحة، لانه لوبجيكتيف نتاعي لي 6 بوان قبل كل شيء، لانه مهم جدا. راهو غينيا الاستوائية راهو ما نستانش بها، راني عملت معاها ربحت الي ربحت دي روتور في الكوب دافريك، معناها ريسك نتاع انه نوفا معاها اكزيكو لا قدر الله واحد، المهم يلزمني نربح ماتشات هذوما. على مستوى هذايا النتيجة إيجابية وإيجابية جدا، ولكن مشكلتنا ديما وين نقاو روحنا في سيتوياسيون اللي احنا يلزمنا نعملوا اللعب، نقاو مشاكل حتى مع أضعف الفرق. هذا صارت لنا في الماتش اللي فات والماتش اليوم، ولكن زاد نقول بعض العباد ريضوا شوية، ما تقعدوش تقولوا راهو كذا وبالسيف وما نعرف شنو وبالسيف ربحنا واحد، راهو المنتخب هذايا أول مرة نربحوه في بلاده. ما فهمت شيء، شكون هم بعض العباد وش قالوا؟ الملاحظين متابعين وكيفاش وضعيفة ونربحوها أربعة، أول مرة ربحناها بالمنتخب الغور نتاعنا نتاع 2004 مشينا لغادي وعملنا نيو داكوردو، هي في نفس الوضع معناها وربما كانت أتعس، وبالتالي زاد ما نرذلوش وثم ماتش ويت راهو ساعات يجيك ماتش لا تفهم ولا طول لا عرض يتعدي لك تعيف روحك فيه وتبدا تستنى في الاربيتر وقت يزفر من نوعيه الماتشات هذوما. في ماتشات من نوع هذوما يا خويا اعطيني لي 3 بوان خربهم السلام، المهم جبناهم وان شاء الله القادم افضل. باهي نكملوا بتصويت الجمهور في موضوعنا. نذكروا هل الحصيله تعتبرون ايجابيه نتيجه واداء؟ 27% فقط يقولوا نعم الحصيله ايجابيه اداء ونتيجه، 73% ما همش فرحانين بالمنتخب الوطني التونسي. جلال القادري مدرب المنتخب الوطني تصريحه بعد المقابله، تقييمه لاداء الفريق وللست نقاط، نسمع تصريحه في ميكرو الجامعه. اوبجيكتيف تام الجورني هذه دو ماتش كاليفيكاتيف الكوب دي موند كنا نعرفوا باش يكونوا سهلين، الحمد لله اليوم انا كونفيرمي عملنا ماتش الاولاد فريمون يعطيهم الصحه، سي با فاسيل دو تو بعد ديبلاسمون رزين خلى برشا سوكال تاع تعب، لكن الحمد لله اليوم كما شفنا الاولاد كانوا ديتيرميني وهذا اهم شيء، لونفي كانت موجوده، الرغبه كانت موجوده، سي لامبورطونس تاع كي يبداو ان جروب يعرف يعيش مع بعضه، الناس كل كانوا حابين يربحوا اليوم، حبوا يفرحوا يفرحوا الجمهور تاعهم. شفنا ليكيب اليوم تقريب من اول دقيقه لاخر دقيقه سورتو الشوط الثاني دوميناسيون كامله، فرضنا احنا النسق نتاع اللعبه تاعنا، خلقنا دي سوليسيون، تحركنا برشا بوكود موبيليتي في اللعبه تاعنا، ثم دي زوكازيون مالوروزمون معناتها السيتي معناتها على رشي، عمري اللي حكيت على لي زاربيتر، لكن زاد الاربيتر اليوم كان ترو سيفير معنا، كنا نجموا ثم على الاقل لقطه ولا اثنين كانوا نجموا يكونوا يسهلونا الماتش. ما الحمد لله 3 بوان اخرين نتصدروا المجموعه تاعنا بروفيزوارمون في الباركور هذا، اليوم فاس الكومبيتيسيون الجايه ان شاء الله ديسي شهر اخر عندنا كوب دافريك، ان شاء الله الاولاد الكل يبداو في صحه جيده اهم شيء، نحافظوا على الامبيونس تاعنا وان شاء الله ربي يوفقنا. هذا ظن سيد جلال القادري مدرب المنتخب. اذا نادر داود الايجابيات والسلبيات بالنسبه للفيفا داي هذيا، مباراه ساو تومي وكذلك مباراه اليوم، اكيد ثم ايجابيات واكيد ثم سلبيات، واحيل لك الكلمه. اول شيء تقريبا اللي قاله جلال تقريبا صحيح نوافق فيه اللي حكى فيه، لكن مش نبدا بلوم على البرمجه، احنا كنا نحكيه على السوبر أنه في إفريقيا مقابلة كل 3-4 أيام راهي صعبة، شفنا الترجي كي مشى لتنزانيا وجاء
نظر للتنقلات والطائرات والكيروزان وكل. أنا سؤالي علاش متعودين نلعبوا خميس وثلاثة ديما خمس أيام رحلة كي هذه 14 ساعة علاش نلعب جمعة وثلاثة علاش ملعبش الخميس؟ ينجم جلال وأنا اشتغلت في المنتخبات ثلاثة مرات ونعرف يقول لك أنا عندي ويكاند سبت وحد مقابلات يجوني الملاعبية بارتير من لحد في الليل لندي وثم اللي حتى يخلط لي لندي في الليل يدرب معايا مردي دي مجرات العدد يدرب معايا مردي ميكرودي نلعب جودي يومين فقط يقول لك خلينا نربح نهار في التجمع الأولين حتى نلمد ملاعبيتي لكن كي يبدأ المقابلة الأولى عندك في تونس وسهلة كونوا واضحين مع ساتومي أنا نربح النهار للتنقل أن نسترجع الأنفاس أكثر باش نحضر المقابلة الثانية كنا نجم نلعب الخميس يعني بيان سور وعدد منتخبات لعبت الخميس أي صحيح. ولعبت حتى الأربعة هذه النقطة الأولى منتخب هذا المنتخب هذا منتخب نعتبره محلي في 19 لاعب محلي لعبوا 6 مباريات في الصيف مع بعضهم في دورة جنوب أفريقيا اللي فيها زامبيا وجنوب أفريقيا وليزوتو وهما وفيه لاعب في العراق 2 في موزمبيق لا حارس في جنوب أفريقيا ولعب آخر في زامبيا 5 محترفين مش ننطلق في التحليل متاعي من التغيير دقيقة 65 خروج عيسى العيدوني ودخول سيف الله الطيف ولينا نلعبه بسخيري معاه فرجاني في راس بالعربي اللي دخل دقيقة 55 دخل الوسط مع فرجاني زوز صانعين ألعاب سيف الله الطيف على اليمين والمساكني على اليسار وخنيسي في الهجوم وبعد مساكني يبدل شوية هو الطيف لأنه الطيف يرتاح أكثر على اليسار وهذه معضلة كبيرة أنه أغلب الملاعبية اللي في الرواق متاعنا ديما يحبوا على اليسار ويتذكرني هذه في طلوع يوسف المساكني مع صابر خليفة كان محترف في أفيون وقته ومتألق والاثنين يحبوا على اليسار تونجيوه هنا جلال لعب المقابل على مراحل ولا هو الحق في ذلك أنا ما نحللش تحليل فيسبوكي تحليل انطباعي أوكي نحلل متاع مدرب تسافر اخذ الطيارة مشال افريقيا قف على بنك البدلاء وشاف الملاعبية وشاف الأجواء دونك الأمور تختلف تماما جلال يقول لك أنا بداية المباراة نبدأ متوازن عيدوني سخيري ونشوف مع المقابلة مع المنافس كيفاش أنا شفته في الفيزيوناج وحقيقته فوق الميدان بفوت عن فيزيوناج الفريق خاف منه تهبط لقى المقابلة ألا بوتي مش في يومه دونك اختار الحذر جلال القادري ومن بعد بالتغييرات انا كي دخلي دقيقه 65 نعرف اللي جلال مشى اكثر الهجوم يحب اكثر ملاعبي بنزعه هجوميه هنا نسالك يا جلال هل انه في دقيقه 65 في الملاوي حبيت تفوز وتمشي قدام اكثر عادي يا اخوي العزيز تبدا في تونس مع ساوتومي بالعيدوني والسخيري مع بعضهم من وقتها عاد هذه ساوتومي سامحني يعني من وقتها نبدأ يا سخيري يا عيدوني قال سي عبد الباقي مشكلتنا أنه كي نلعبوا ضد المنتخبات لأقل منا مستوى وتلعب لنا في المنطقة متاحة دفاع مكثف مشكلتنا في صناعة اللعب راهو أي منتخب أي 11 تحطهم في 30 متر قدام حارس يقول لك مشكلة تكتيك أنت حلو أنت كي تلعب بالعيدوني والسخيري في تونس راك خسرت لاعب بخصال فنية هجومية اللي نجم يعطيك الحلول اللي نجم يزيدك القدام وكنت انت لانه سخيري اكثر لاعب هو فرجاني ساسي في المجموعة هذه لاعبين مباريات وعندهم دقائق لعب ارحموا السخيري فاش ترحموا تعرف انت السخيري والعيدوني البرة مثلا باش كلام تغمض عينيك وتحطهم اساسيين هكا ولا خل لعبهم شوت 50 40 60 30 لانه نعرف المقابلة الجاية مش نلعبهم ونربح لاعب اخر كنا نجل ملعبه بسليمان وفرجاني في تونس قبل مع ساوتومي نلعبه باثنين صانعين ألعاب ولعب ارتكاز بن سليمان قصدك ملعب ياخر رفيعة وفرجاني مع سخيري أو عيدوني يكفي ونمشي أكثر للهجوم دونك التغيير اللي عمله اللي حسسني به اليوم دقيقة 65 خارج القواعد نلعب الهجوم وسيف الله الطيف ومساكني وخنيسي وراه شو اسمه بالعربي من بعد بالعربي وفرجاني هاد نبدا به في تونس هيك علاش تشكيله تونس هيك عايش قلت لك في البدايه اختيار التشكيله يعني حاسي تشكيله الملاوي هي تونس والعكس بالعكس اختيار التشكيله في المقابله الاولى واضح
راهي ما تنجمش تكون في منأى على المقابلة الثانية. راهو في الجوني في فاف في المنتخب يلزم كي تحضر تشكيلة المقابلة الأولى تخمم في الثانية 80% التشكيلة الثانية شكون مش يدخل شكون مش يخرج تكون واضحة. وهذا بالنظر كما قلنا لضيق الوقت، بالنظر لتنقل صعب ل 14 ساعة ولا 9 سوايع تقريبا في الطيارة وكذا. باهي عربي جابر، اونتر تون نلقاو انتقادات لاذعه وكبيره برشا حول مردود المنتخب، حول خيارات المدرب الوطني، حول ملاعبيه بعينهم كأي واحد فينا مواطني حل توا الفيسبوك، باش نحكي حتى جماهير حتى محللين شفناهم وصحفيين وكل شيء. الحديث على فرجاني سيسي، الحديث على عمر نتاع مجموعه من اللاعبين اللي لعبوا اليوم، السليتي، الفرجاني، يوسف المساكني، الخنيسي، يقول هذا موينداج كبيره برشا في ليكيب ناسيونال. تنجمش تبني ليكيب ناسيونال على ملاعبيه اللي هما ديجا الفيكيو نتاعهم وراهم، اللي هما ذوما اعمده المنتخب تاع 2015 2016. الحديث على انتقادات كبيره ياسر تخص الاداء الفردي والجماعي واداء المدرب اليوم ضد الملاوي. يعني قبل كل شيء العباد راهو اللي تتفرج في الكوره سيفري، فما اللي ما يفهمش وفما زاده اللي عنده راي وعنده كودوي ويعرف يحلل، وكل واحد ورايه بيان سور. انا ما نوافقش معناها نادر في 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 دو كوتي، معناها معاه في كوتي نتاع السخيري والعيدوني انا ما كنت نجم تقسمهم مع في طول الخط. لكن لما نجي للديكلاراسيون نتاع جلال القادري كي قال معناها انا دوميني وقال جبنا فرص وقال كلمه معناها قال هو ساتيسفي، بو ما قال ساتيسفي بالنتيجه بال يعني بالنقاط اللي جابها ولا بالاداء، لان المباراه كامله ايت 4-3 و 4-2-3-1 و 3-5-2 ولي شيما تكتيك الكل. انا نلخصها لك في جمله واحده، مباراه اليوم باللي شفته انا نلخصها لك في جمله واحده في لمسه تاع يوسف المساكني وتخل نجيك لك لمك انت ان جوور جون اللي هو الطيف بالرابيديتي اللي عنده بالسبرينت اللي عملها قدر يفوت الديفونسور ويشمم له كره تاع الخبط تاع الكروي وجاب ان بينالتي. لانه على مستوى الهجوم كما كنت تحكي انت على مستوى التشبيب مع يوسف المساكني حب كره في ساقيه الخنيسي دا كوردو، اوكي الخنيسي موش ياسين تاع قبل اللي مازال معناه رابيد يتحرك اوكي سي بون، لكن لازم ديما تكون معاه نعيم سليدي كيف كيف يحب كره في ساقيه. تخلى ان جوور اللي هو فرجاني طيب. سيسي علاش ما حكي فرجاني جايك به تخلى الطيف اللي عنده اللي بعد ما دخوله هو كل تغيرت المباراه كل، هو اللي يحب كره في ساقيه يطلب في العمق يجي يتركز يبركوت يجيب دي فوت يجيب لك كورنيرات معناها حرك اللعبه وعطى ثقه لاصحابه. تحكي لي انت على مستوى التشبيب هنا المنتخب التونسي، نرجع بيك منتخب التونسي كنشوفه انا اليوم وكنشوف المجموعه وكنشوف الليست قبل تاع 3 شهور التالي والليست توا فما لخبطه، لانه مش عارفين اسكو نشبوا ولا قاعدين. فما لاعبيه عندها عام ما دخلتش من المنتخب اليوم جات، فما اربع لاعبيه كانوا غايبين خنيسي بالعربي نعيم السليتي فرجاني ساسي. هنا انت عندك زوج لاعبيه في تونس بيرزين نادر داوود تحكي لك قال لك العيدوني وفرجاني ساسي قال من اكثر ملاعبيه اللي لاعبين، اوكي انا مدرب عندي ملاعبيه اليوم في البلاتفورم والارقام اللي الارقام ما نحبهاش انا برشا تقعد ديما سوبور به، لكن عندك انت اليوم ها عندك ملاعبيه كان تخمم في المنتخب على قدام كاس العالم الجايه ولا تحكي على 10 سنين وتحكي على السيكل الكبير وعندك كوب دافريك شهر اخر صحيح عندك تقى اليوم وعندك المنيع نتاع مستير كان نجم يعاونك برشا. الملاعبي هذا راهو ملاعبي سان تري بونجور ما حكي عليه حتى حد، لكن ملاعبي على مستوى الهجوم اللي قاعدين نعانيو عليه يعني نجم يعاونك برشا برشا، عنده ملاعبي دو كاليتي يحب كره في العمق عليه راه فيصل المناعي في الكونفرنس دو بريس سالوه عليه لي جورناليست فيصل المناعي قال راهو في الفيزور نتاعنا يستنى فرصته. يا ايمن عاش خويا في الفيزور نتاعك ويستنى فرصتك يبدا عندك رياض محرز يبدا عندك بغداد بونجاح يبدا عندك يوسف البليلي، لكن هذوما راهو على مستوى يوسف المساكني قلت لك اليوم لخص لك المباراه لمست يوسف المساكني خرج هو اي تشوف النقطه هذه ايجابيه ولا سلبيه انه الى يومنا هذا مازال المنتخب واقف على لمسه فنيه من يوسف المساكني اللي كبر في العمر؟ شوف جلال قال انا دوميني ماهيش سبره انا في العمر لا يوسف يقعد ديما فالور سور اي فاهمين بل اسكندر سويح ليكيب كامله تبدا اون بيز يغزي راك يخرج لك واحد راس راس راهو شوف قال انا دوميني راه الدوميناسيون لازم تكون في البروفوندور تخلق بها فرص تجيب بها ركنيات لادفيرسير كي يهبط كي تلعب كونترو تحسه بدا خايف منك. هنا احنا دومينينا الكره كره بين مرياح طالبي تمشي على الكشريده سخيري تعاود ترجع تخرج الخنيسه تعاود تفك هذيك الدومينياسيون اللي هي نيجاتيف على الاخر اللي هي سلبيه برشا على عبد الباقي بن مسعود اللي هي مستوى صنع اللعب ما تصلحناه حاجه اخرى طولت شويه سامحني ايوه نختم لكن شوف كان زاد تخمم انت عندك لاعب اخر بكري نادر حكي على تغيير المجموعه واعطاء فرصه بين التوازن
زعلوني خويا. لاعبي بارز في البطوله راه اليوم كنت نجم تستيه انت ملاعبي ذا باش تعمل عليه والا لا تستيه ضد شاوتومي في رادس ولا ضد الملاوي في ملاوي في اي مباراه تحب عليها انت ملاعبي كونفيرمي ديفونسيف وي اوفونسيف قوي على الاقل في تونس, في على الاقل في تونس بعد 2-0 في تونس وانت تعرف ان انت ماشي للملاوي باش نرجع لك ليدرش نكمل تو تاب واحد يخمس على عنا وقت 60 70 دقيقه هاتي 20 دقيقه للزعلوني وهذا تحكي شريده لان تعرفوا مش يلعب 90 دقيقه غادي يعني انت الفكره حبيت تقول لك شريده 180 دقيقه في المقابل زعلوني 0 دقيقه كانت نجم تكون الريبارتيسيون معناتها خير شويه ولخص المنتخب نتاعنا بدون بروجي سبورتيف عطينا نمشيو كوب دافريك وما يهمنيش شكون لعب شكون ما لعبش شكون باش يمشي قدام شكون باش نعيطوا ثلاث شهور التالي القدام شكون باش نعيطوا عام اخر هذا كله لا يعنينا لا يعنيهم. سي عبد الباقي معضلة الاداء والنتيجه باش تقعد ديما موجوده سواء في المنتخب ولا غير المنتخب النتيجه موجوده باش يقعد ديما الحديث على الاداء لو وجد الاداء ولم توجد النتيجه باش يقعد ديما الحديث معناتها باش تقعد ديما موجوده وانا نعذر جلال القادري فيها باش فريق يولي يؤدي مليح وعندهم لاعبيه متوسطين مقارنه بالمنافسين الكبار نتاعو الله يرحمك الوفيين والله يرحمه شي يلزم المدرب تعطيه شهرين ثلاثه باللاعبيه هذوكم يخدم باش يحسن مستوى الاداء ومستوى صنع اللعب وهذا مش ممكن في منتخب هذا مش ممكن جلال القادري ما يجيبش يعمل باش تجم انت تكون عندك فريق يصنع اللعب مليح يجب تكون عندك وما عندكش وقت باش تخدم معهم انا ماركة لهم 4 ايام قبل الماتش شي يلزمك انا يلزمك دي جوار دون تري جراند كاليتي قال لي بالتيوري بالتابلو تقول لهم ماهوش تعملوا تك 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 يابتوا ينفذوا نضج كبير يلزم مستوى عالي جدا نحن عنا منهم انت ما عندكش يعني انت تحكي على تين لاعبية اللي هما واضحين صلاح محرز قبل ايتو في الكاميرون كذا هذم هما تو تري نيفو لا لا هاني هاني باس يا عبد الباقي بعد نرجع لك هاني جي هاني مش لهذوما ما وصلت لش هذوما اخويا اقل حتى هاي سيدي تفضل انت عندك مرموش وامام عاشور وشحات وكهرباء ومروان عطيه على البنك هاي خذيت لك مصر على البنك على البنك انت عندك انت عندك تريزيجي مقيت صلاح في 7 مباريات سجل 6 وصنع 2 أنا ما مشيش للمغرب وتزير خاطر كان نسمي المغرب وتزير وين يلعبوا خير تحب تقارن هكا دونك الفكره تحب انت تصنع لعب وتعمل فرجه كي تزير والمغرب ما تنجمش ما عندكش باهي دونك الفكره اللي تحب نكتب على رواحنا نقولوا بلاعبيتنا وين تلعب ومستواها مراقي ورفيع لا وتزيد لحيل وانت حنا بعلو بن سليمان وبرمضان في الوسط وعاشوري ايش نوش ثم هذاك علاش مستوى الاداء ما يتطور الا بحاله واحده احنا قاعدين نعملوا تو قاعدين نلشقوا الملاعبيه اللي عندنا نشطوا لبرا اليوم ملاعبيه باهيين جوست وكاو اما تو جوست راهو مش يلعبوا لبرا معناتها يلعبوا الحل نتاعك في تشيلسي وفي ريال مدريد بالضبط الحل نتاعك هنا شنو اولا تعالج بطولتك المحليه تعالج على مستوى طويل باش تخرج الملاعبيه لانه لي دون موجودين ولكنهم ملوحين ومشتين وما الفورمي ونتلعبوا بهم وبطوله بدوره تكمل تقديرهم على الشيء اللي عندهم الكل وتولي تو ديبون دون ماس دو جوار اللي عندك في تونس تسوق منها للخارج وتخرج كاليتي بلو فين وحتى اللي يبدا عندك هنا في تونس تكون عندك على الاقل لو مينيموم بوسيبل باش تنجم تخدم معاه وتعمل حاجه افضل يعني انت تحكي على بروجي اتري لون تيرم لازم نخمو اتري لون تيرم لازم اصلا نخمو فيه ونبداو فيه عندنا في الكور تيرم احنا نترشحوا المونديال يقول لك تي لاعب كيف فيرغ ترشح لي دوزيام تور تي باش نحبوا تحب ترشح دوزيام تور تزكو في ديموند اخدم لون تيرم اون باراليل على الاقل كور ولون تيرم انا تمنيت تمنيت في الماتش هذا انا عندي مده كنت فكر نادر يضرني معانا انت قلت يا ولدي انا الاول لتنشيط المنتخب المحلي يلزم نعمل منتخب محلي ثم شان جاي دون دو زون تقريبا من توا تمنيت لو كان جا عندنا منتخب محلي انا اليوم ما نهتكهمش انا الجروب اللي عندي كنت ماتش صوت ومين نلعب منتخب محلي ونربح واحد بلاش اخويا يز حاجتي بلي تروب
تينا ما ربحوش ساوتومي منتخب محلي ما عندناش حداش في تونس يربحوها. ديما عندنا ليستا عاده في الحالات الكل لازم تم ليستا. نجم الماتش الثاني فيه ان بو دي ريسك وحاجتي فيه الخبره الوطنيه نلعب به باللاعبين الدوليين هذوما ونقص عليهم ان فواياج. ما ثم ليستا عاده سي عبد الباقي هنا ثم ليستا بور دو ماتش بور اون جورني فيفا ما تنجمش تلعب ماتش ماتش مع كل ماتش لازم ليستا فيها 23 لاعب. شو ثم تعمل 70 80% يقول لك منتخب محلي معناتها تخلطها ليستا نادر وعاد بنزيدش نرجع لكم وباش نكملوا فقط خلينا نسمعوا شويه تصريحات عيسى العيدوني وجهك جديد نسمعوا عيسى العيدوني تصريحه والفوز اليوم العشية. D'abord on est content du résultat. On était venu ici pour faire un résultat. Chose faite, on est content pour ça. Après c'est vrai que ça a été un match difficile. Après je trouve quand même que c'est mérité quand même. Dans l'ensemble on mérite notre victoire, c'est pas volé. Mais voilà, on s'attendait à un match difficile. En Afrique c'est jamais facile. Le terrain il était compliqué quand même, j'ai trouvé, mais dans l'ensemble ça va. Comme je dis, on a plutôt maîtrisé notre match dans l'ensemble à mon avis. Après voilà, le plus important il a été fait. On est content d'avoir deux victoires après deux matchs de qualif et on est premier il me semble au Gola Virage, c'est ça. Donc on est content et il faudra continuer. هذا عيسى العيدوني كاملو مع اخر تصريح وجدي كشريدة لاعب المنتخب. نعم فهو مش باش يكون ماتش سهل اليوم في الملاوي. الحمد لله السويد باسيون هذاك اللي خلانا نروحوا بنتيجه ايجابيه من هنا. ماتش مش سهل نعرفوا معنا لي ماتش ان افريك يفالي اتر باسيون اون ايتي جوسكو بو اي اون ا يو لا فيكتوار. وجه كشريده لاعب المنتخب نادر وعربي ونكملوا مع ليكيب ناسيونال دقيقه لكل يحتيكم. لا انا خلينا نحب نعطي بعض الاستنتاجات بعد المباراتين هذوما. عدنا الى نقطه الصفر في حراسه المرمى وي بعدم المشاركه مع الحزم دحمان يعني خسر مكانه. اعطينا فرصه مع الجونيف فالت عداد معز حسن مره هذه لقينا بشير بن سعيد وبالتالي دونك توا حارس ماهوش قاعد يلعب يمكن يرجع يلعب في شهر ديسمبر كل ما نتمناوه الدحمان. دونك ظهر الحارس الاساسي مش يفوه في كاس افريقيا. دونك شفناهم الثلاثه وللامانه ما ثماش فوارق كبيره. ظهر بالنسبه اللي نفهمه انا انه رجعت الكونكورنس والمنافسه موجوده اللي جاهز واللي قاعد يلعب في المباريات مش يكون هو الحارس الاساسي. النقطه الثانيه تركيبه وسط واللي هي نقطه سلبيه اي نجم نعتبرها لانه راهو حارس المرمى يعني تغيير صعب جدا. صحيح باش نكون واضحين مدام بشير تو ماشي مليح خليه يلعب روحه. لا متفاهمين تو ماشي مليح هو تو لعب زي قبل هذا بشير راهو عنده قرابه 8 مباريات مقبل حتى هدف. اي لا بالاحصائيات اموره لاباس فهمت. لكن ثم وجهه نظر اخرى تقول لك انا دحمان زاد في الشهر هذا يلعب مقابل الكاس وارتاح مبارتين وهذا الحاس الاساسي نتاعي نمشي معاه للاخر وقت نشوفه قبل كاس افريقيا قعد لي شهر ونص ما لعبش يعني وقتها نغير. تركيبه وسط الميدان الى متى واضح يعني تو شوف ما تستحقش مدرب انه في رادس كي نلعب مع منتخبات ضعيفه اقل منا مستوى دفاع مكثف ما نجموش نلعب بالسخيري والعيدوني وتقول لي اصنع اللعب وامشي لقدام وقوي في نسق الهجمه. يلزمك ملاعبيه اكثر عندهم نزعه هجوميه عندهم لمسه فنيه وتلعب اقل لمسه ممكنه وبنسق عالي مع التوازن. ثلاثه يجب حسن استغلال كشريده. راهو عندك ظاهر ايمن بمواصفات محترمه جدا. استغلال كشريده يعني هو مش محسن استغلاله. نزيدوا نقطه قوه عندي لانه العابدي ما عندوش خصال كشريده القدام. نجم انت شوف كشريده مقابل بتاع سوتي تقريبا زوز اهداف من عنده هو مع مرياح سعد وبناء الهجم من خلف. المهاجمين خلينا نكون واضحين احنا عندنا تو مهاجم توب في تونس احنا جويني توفقنا به هذا عمره جويني 29 28 تو باش يلعب في المنتخب يعني 8 9 سنين جويني ما ثماش. هذا الفقر على مستوى المهاجمين يخليك واضح تستعمل لاعبين لانه ما عندكش واضح خيارات الموجودين. هذا استنتاجات نادر عربي شنو استنتاجاتك بسرعه؟ شوف استنتاجاتي كنت نتمنى نحكي لك يعني بعد مباراه كنت نتمنى انه جلال القادري يقول اليوم ما كناش في مستوى ومرينا بجنب الحدث لكن جبنا 6 نقاط كان تخفف عليه برشا ضغط لانه قال العكس والعباد تفهم كره قالوا انا دوميني وكنا باهين صحيح. دونك هذه نقطه. النقطه الثانيه انا نقول 6 نقاط وواحد يكون ايجابي شوي 6 نقاط في ظل المشاكل اللي تعيش فيها الدولة التونسية من ملاعب ومن منشآت
ومن رئيس جامعة مش متواجد معهم ومن إدارة فنية ما فماش. دونك أنا راه كلاسي بريمير تو بستة نقاط في الظروف هذه حاجة ممتازة جدا، لكن لازمنا نخدم على رواحنا، نخدم على رواحنا، مش راه نخدم على رواحنا، راه عندنا ليس نعيطوا لها وكهو، نخدم على رواحنا، نكتشفوا اللاعبين، نكتشفوا المواهب، نشوفوا لي زاتاكون اللي باش نمشيو بهم، لان اليوم لين ديفونسيف تاع منتخب ممتاز، الحارس ممتاز، خط وسط الميدان توضحت تقريبا، معناها عندك بقى ثم شويه تروشيكات صغار اللي عندهم برشا وهما تروشيكات وما تروشكوش عربي من الكوب دي موند ومن الكوب دافريك نتاع عمبوت عمني والمانت وسط الميدان لي دو توتيلير باهين حتى على البنك عندك ما تبدل، لكن على مستوى الهجوم راهو ما عندناش، راهو ما عندناش لي دو كولوار ولا تاكون. راهو شوف رانا ماشيين كاس افريقيا بدون مهاجمين، هذه كلمه نتحمل مسؤوليتها انا، رانا ماشيين كاس افريقيا بدون مهاجمين. شوف انت من كاس العالم لتو الخزر يلعب، جبال يلعب، جوين يلعب، الخنيسي يلعب، بالعربي يلعب، لعبنا يوسف افون سنتر راهو مش معقول في منتخب العيون يلعب، مش معقول في منتخب في اربع شهور تشرك له تسعه مهاجمين وما تخلي حتى واحد فيهم تيتولير وما تخلي حتى حد يلعب تراه ماتش ورا بعضهم، هذه نقطه استفهام كبيره. شكون قاعد يخدم، شكون قاعد يكتشف، شكون قاعد يديسيد اليوم في المنتخب؟ بصراحه لازم اليوم نقاو. وعلاش ما نقولوش هذاك هو الموجود، هذاك البوتنسيال الموجود، هذاك البوتنسيال، خلي واحد برك يلعب، خلي خلي شوف باش تعامل عجويني، خلي جويني انا وقت ندري. اذا كان عندك تضيفي 10 ثواني، 10 10 ملاحظه فنيه فقط، ليه في 10 ثواني وقت ضربه الجزاء، اي ملاحظه نتاع مدرب وقت ضربه الجزاء، جلال قاضي على البنك، ثم حاجتين، يا مش تسجل باش نعمل تغيير واحد بلاش دقيقه 88 يكون الحمزه جلاسي وقتها التغيير ما يتلعبش السونتر قبل السونتر طبعا يعمل تغيير جداً. مش حتى تجي هذيك الفرصه الاختيار اللي صارت ما تسجلتش، ما عنديش تغيير، اذا تبدا الامور واضحه. الفيفا داي المقبل باش يكون في شهر جوان، من هون الوقت منتخبنا حقق 6 نقاط. شنو غلط؟ تحكي على الكاس العالم فيفا داي، اي الفيفا داي معناتها الجوله المقبله، اي اي مش حط على جنب كاس فريق، الجوله المقبله الفيفا داي المقبل باش يكون في شهر جوان المقبل، منتخبنا حقق 6 نقاط من 6. فاصل ثم نعاود نحكيو على نجم رياضي الساحلي وعقوبه المنع من الانتداب. بعد شويه مكملين في سبور بلس مع ايمن زروق على اي اف ام احلى راديو. انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 إلى 8 متاع الليل. تحية لكم من جي 309 هو رقمنا لليوم. شيفر دو جور. صعب الباقي نحكي على 309 ألف يورو، يعني مليون دينار، يعني مليار تقريبا، اللي بسببه الفيفا راسلت نجم رياضي الساحلي اللي تعلموا أنه مجموع أنه ممنوع من الانتداب لمدة 3 فترات إضافية متتالية مع إمهاله شهر لخلاص هذه المستحقات. نحكي على مستحقات بن عياد اللي كان يتحصل على 23500 يورو في الشهر، يعني 80 مليون شهريا، والملاعب يطالب مستحقات الممتدة على 14 شهر، وبالتالي يصبح المجموع مليار. كما قلنا الرفع المنع يرفع بمجرد الخلاص. تعليقك على الرقم ولا الخبر؟ والله يشوف به الرقم كبير، وهذا أرقام وتبعات لا تتحمل مسؤوليتها الهيئة التسييرية الحالية للنجم على خطيها، على جهة إرث قاتو هكا. أنا بالنسبة لي ما أعتقدش أنه يسبب قلق للنجم على المستوى الفني. علاش؟ لأنه النجم خذا على اني ممنوع من الانتدابات سي، وقاعد يبني في فريق سي وكيب مزيانه باهي افيك دي جون تحفونين بو. صحيح كما قال عثمان جنيح كان واضح، قال ما تطلبونيش بالالقاب، راني كان تحبوا القاب مانيش رجل المرحله، كان واضح. ولكن في مقابل ذلك قاعدين نشوفوا في فريق قاعد يتاسس على اسس، معناها لكنه مش مسحق دي رونفور الفريق هذايا بور دي رونفور باش يتغرق روحك بالفلوس. ما عندوش فلوس، ما عنديش فلوس عليا بكن نعمل على بيتر مونا شفيها. قال سي منصف خماس، سي منصف سلامي الله يذكره بالخير ربي يطول عمره، قال لهم يا سفاكسيه ما تكسروش الخوابي، خبي اللي عندك في الخابية تلقاها نهار اخر. بيت المونا هي حسب اي ليتوال توا قاعده تجبد من هكا السونتر دو فورماسيون، يعني سونتر دو فورماسيون هو بيت المونا، معناه السونتر دو فورماسيون هو بيت المونا. اي هذاك الناس كلها تقول انه ليتوال عنده احسن سونتر دو فورماسيون، خلي نتيجتك العمل اللي هو مهم جدا اللي قاعد تخدم في ليتوال، خلي يطلع للعلن ويتشاف. وقاعدين نشوفوا في مواهب ممتازه جدا وبرا ما زيش لقب، وين البروبليم؟ قدام انك تحضر، قال العربي توتان بروجي معناها لمستقبل النجم الرياضي الساحلي، هذا هو الاهم.
واهم من الديون وما تزيد تورط روحك وتجري على نتيجه تفرح بها درج وبعد تلقى روحك غارق في مشاكل. مع العلم ان نجم الساحلي ديجا ممنوع من الانتداب بسبب العواف الجزائري الثاني اللي هو يحب على 600 مليون وخلص في 300 مازالوا 300 ومازال ما ترفعش المنع يجي منع على منع بسبب بن عياده كما قلنا ثلاثه فترات وكوناتي يحب على مليار و200 ارقام كبيره برشا بصراحه يعني اللاعبين شنو كانوا ياخذوا راه فيهم راه زوج مدافعين تحكي عليهم راه ثلاثه مدافع يعني ثلاثه مدافعين العواف في ظهير ايسر ارير درو وارير جوش واكسيا يعني مدافعين انت كي كنت اكسر هكا كنت تخلص وين احنا كنت هكا تخلص خير منك كوناتي ياخذ مليار و200 والله شوف صح ياخذ والله ما خير عادي يا طيب كو اخي منه اما يا ايمن تبقى راهو لما تنتدب ملعبيه بالقيمه هذه أنا لازمك تهز شامبيونز ليغ ولا تهز بطولة ولا تسيطر على البطولة التونسية هكا ولا راه نجم رادي الساحلي تو في فترة يعني ما نقولش خايبة على مستوى الفني الفريق ممتاز معناه عنده ما يقول في روحه قاعد يكون في فريق على مستوى الهجوم عنده على مستوى الفردي عنده ما يقول في روحه مجموعة ممتازة شبان لكن شوف على مستوى القاري بالمشاكل هذه أنا نقول حاجة واحدة جماهير النجم رادي الساحلي كيما جمعيتكم معناه في سارتان مومون استحقتكم وما لقيتكمش على مستوى الاشتراكات على مستوى الدعم وهذا الناس كلها حكيت فيه دونك ميساج الجمهور الاتوال ما تحطوش بريسيون على الفريق ما تطلبوش بالنتائج لانه الفتره راه الكره فلوس الكره توا حاليا فلوس جيبك شنو يسوى شنو تجيب لاعبين شنو تعطي شنو توفر توا باش تخلص اللي جبته من با حتى باش تجيب شنو الظروف اللي تخلي فيها الفريق يخدم فيه الظروف توا حاليا ناقصه فلوس الاتوال لكن انا مساج نقول ما تحطوش بريسيون في الشامبيونز ليغ على الاتوال واضح جدا يعطيك الصحه عربي جابر نادر داود وعبد الباقي منصور وصلنا لنهايه الحصه نتاعنا لليوم يعطيكم الصحه الناس كلكم كنتوا في المتابعه وفي الاستماع ملتقانا كالعاده غدوه في نفس التوقيت وفي حلقه جديده تصبحوا على خير سبور بلوس على اي اف ام احلى راديو